هذه الآية احنا نعرف وأن الأحكام الإسلامية أحكام التي ثبتت بالقرآن والسنة الصحيحة السنة الصحيحة هذه الأحكام تلزم المؤمن تلزم العمل بها بعد الاقتناع بعدلها وبإصابتها للحق والصواب إلى آخره. لكن إذا كان المؤمن المسلم يعني تو نقولوا المسلم تو إذا كان المسلم خامر شيء من الشك في ذلك العدل في تلك الأحكام التي نزلت أنزلها المولى سبحانه وتعالى والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا خامر شيء من الشك أو أعرض قال فك علي ما نعملش بهذه ما الآية ذي وكذا إلى آخره هذا يعد كفر كفر بواح كما قال تعالى هات نبين الآية لأنه قبلها ساعة في سورة أخرى سورة النور يقول تعالى عن المنافقين محل بصفة عام يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله يعني المنافقين كما يدعون عندما يدعون إلى الله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون قالوا لا وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين كذا المسألة في صالحهم يجي يذعنوا ويجي قال تعالى المنافقين ذوما أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكين أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون هذوم اللي يشكوا من اللول يشكوا بعد يرفضوا بعد كذا هؤلاء اعتبرهم المولى سبحانه وتعالى كافرون ظالمون أش يلزم من على المسلم ماذا يجب على المؤمن إنما قال بعد هذا بعد هذه الآية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا دعوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الأخرين قال كافرون هنا إذا كان قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا ما قاله الله تعالى ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام ما حكم به المولى سبحانه وتعالى ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا سمعنا وأطعنا هذوك المفلحين أولئك هم المفلحون الأخرين إذا كان ارتابوا وشكوا ورفضوا وكذا هذوك هم الظالمون يعني الكافرون طيب تو الآية اللي بين اللي أمامنا نعودها قال تعالى هي في سورة النساء قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قبل ما نبين سبب نزولها هنشوف وش معنى بداية الآية فلا وربك مقسم هذه وربك كما قلوا ورب الكعبة ورب النبي ورب الناس إلى آخره قسم لكن في العربية إذا كان القسم يسبق تسبقه لا النافية يكون أوكد مثلا قال هنا قال تعالى فلا وربك لا النافية وربك هي القسم أما إذا قال فوربك تكون فيها أقل تأكيد مما سيأتي بالطبع ما هنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه إلى آخر الآية هذه أكثر توكيد أو تأكيد على المؤمن من قوله تعالى فوربك هذه نقطة نحوية في اللغة العربية فالنفي لا إذا سبق القسم يكون أوكد هنا سبق القسم إذن النفي يعني سيمتهم بالكفر أوكد أشنية فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يعتبرون من المؤمنين أنا هما قال لي إذا كان شكاوا لك وإلا رفعوا لك قضية يخاطب في النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفعوا لك قضية وإلا عرضوا عليك مسألة وحكمت فيها وقالوا لا ما نعملوش بها وإلا حكمت فيها وقبلوها عن مضض كما قال ربي هنا
ولا يجد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أشني الحكاية هي مثلا نزلت كما قال رواه الست عن رواه الست يعني كتب الصحاح الست عن عبد الله بن الزبير. هذا عبد الله بن الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار. الزبير رضي الله عنه عنده ثانية كما نقولوا ثانية وبحذه جار أنصاري عنده ثانية بحذه، لكن الزبير الثانية متاعو جاء تقريبا العين ماء، عين ماء وإلا بير وإلا عين ماء، يعني الماء كيف يخرج من العين باش يسقي قبل باش يسقي الثانية متاع الزبير وبعد يتعدى الجارو الثانية متاع جارو. جاء الرجل هذا والأنصاري جاو يشكيوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله راهو الزبير ما يعطينيش حقي. شنو هو قال؟ قالوا راهو يسقي الروح وبعد يبعث لي الماء. قالوا النبي هذه منطقة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي خذ بايك وبعد أرسل الماء لجارك باش هو يسقي زاد. ما عجبوش الأنصاري هذا الحكم، عجب تو في عدل لكن ما عجبوش علاش، وقال له لأن كان ابن عمتك خاطر قال له حكمت لنا هذا الحكم خاطر ولد عمتك راهو يخاطب في النبي عليه الصلاة والسلام. راهو واش معناه هكا؟ راهو كأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالانحياز لولد عمته. قال له لأن كان ابن عمتك كلمة قالها. وقتها غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما عيطش عليه ما عاقبوش اش قال؟ قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسله الى جارك. اش معناها؟ اسقي الثانية متاعك حتى يتعبى الجدر. شنو هو الجدر؟ هو مو كل شجرة فيها حوض، كل شجرة نخلة ولا زيتونة ولا شجرة برتقال وكذا إذا في حوض. قال له اسقي حتى يتعبى الحوض متاع الشجرة الشجر الأخرين وبعد ابعث الماء أرسله إلى جارك. وقتها فانتهى الأمر. الحكم الأول اللي حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو في مخذة خاطر، قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، ما هو في مخذة خاطر بصفة عامة. وسعوا بالكم كما نقولوا وتفهموا فيما بينكم جيران. كيف ولا فيها يقول له يخاطب في النبي عليه الصلاة والسلام لأن كان ابن عمتك خاطر ود عمتك حكمتك قالوا هاو الحكم الإلهي أو الحكم العدل، اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، الجدر كما قلنا الحوض، ثم أرسل الماء إلى جارك. تاخو بايك أنت الأول، أنت قريب للعين، خذ بايك حوض حقك ما تمنعوش على غيرك على جار، بعد أبعثه وخلي هو إلى آخره. طيب كي غضب الأنصاري وقال له كذا يعني كأنه مرضاش بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وقضائه. هذا إذا كان مرضاش تماما ورفض، والأنصاري هذا ما رفضش وإنما أبدأ. أش أبدأ؟ اللي قالوا ربي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قلق هكا لأن كان ابن عمتك، قلق وقبل لا حكم النبي عليه الصلاة والسلام حكم انتهى، يقبل عن طواعية وعن رضا، لأنه المولى سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المولى سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات عديدة. هو شنو من مهام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كونه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب توا الزبير قال هذه نزلت فيا هذه الآية وقت اللي أنا تخاصمت مع الأنصار. توا شوف الأدب نتاع رواة الحديث من الصحابة حتى بعد رواة الحديث. يقولوا الأنصاري في هذا الحديث هذا بقوسين، ما سموهوش، راهو معروف اسمه أما ما سموهوش احتراما ليه. أنصاري تو فما حاجات كيف يخطئ بعض الصحابة ما يقولوش فلان الفلان وإنما يقولوا أحد الصحابة وإلا أحد الأنصار وإلا أحد المهاجرين بقوسين، فهذا ما سموش أدب
مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي احنا فما لي شكون يطاول على بعض الصحابة رضي الله عنهم كلهم. طيب الأنصاري وقت اللي قبل راهو مش رافض تماما لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، أما أخذ في خاطره بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كونه هذا راهو ما يجيش. يقول قائل كيفاش ما قبلش من الأول هكاك وقبلها عن مضض؟ راهو الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كلهم الكل مش كلهم يعرفوا حقائق النبي عليه الصلاة والسلام أو صفاته، كونه عدل، كونه منزه عن خطأ، كونه مبعوث من عند الله إلى آخره. فتعتريهم بعض الميولات، بعض المسائل، المصانعات، فنبههم مولى سبحانه وتعالى وقال لهم ردوا بالكم. وراه يقع هذا، وقع. علاش؟ لأن إذا كان رفض حكم النبي قلنا ذاك نفاق وكفر، فلا وربك لا يؤمنون، وما إذا كان لا يؤمنون يعني يعتبرهم مولى كفار. إذا كان اعتبرهم كفار ما لا تول يرفضوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام وقولوا لا وما يتمشيش مع العصر وكذا، لا، كان رفض حكم النبي تماما فهو كافر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب هذا نوع. إذا كان قبل وقال توا هكا احنا نقبل والله غالب وباش نعملوا، إذا كان فيها الله غالب واش نعملوا، يعني قبل حكم النبي عن مضض، لا زاد، لأنه فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الكامل يعني، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خلاف مثلا كما الأنصاري والزبير، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمت، مما قضيت، قضيت يعني حكمت، ويسلموا تسليم. هذا المؤمن الحق اللي يقول سمعنا وأطعنا. احنا هنا ديما نقول وذي نأكدوا عليه، كونه رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبالقرآن إمام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، المسائل الذي كانت تعتري بعض الصحابة أيضا، ويرجعون بسرعة لأنه من لود تغلبهم العاطفة وبعد يرجعوا. وقعت حتى بين الصحابة فيما بينهم، والرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى. اختلف أبو بكر مع عمر، مع بعضهم الاثنين اختلفوا مع سيدنا علي وابن عباس في مسألة في أرض فدك فيها قضية أخرى. كيف اختلفوا أربعة صحابة، اثنين واثنين، أبو بكر وعمر، جاءوا ضد ما اختاره سيدنا علي وابن عباس رضي، لكن اختلافهم هذا مش معناها يؤدي بهم الكفر ولا، هذا فيما بينهم، فيما بين احنا توا كما قلت منذ حين، اذا كان انسان رفض حكم النبي كفر، اذا كان قبله عن مضض نفس الشيء، اما اذا كان توا يحكم الحاكم قاضي في مسألة من مسائل فما حاجتي، اما باش يحكم بما انزل الله وبما قاله الله والرسول ويرفض هو المتقاضي هذا، فهذا نفس الشيء يسمى كفر، ولو أن أحكم بها الحاكم توا، لأن أحكم وفق ما جاء في القرآن والسنة. إذا كان حكم القاضي قضى في مسألة من المسائل وما عجبوش المتقاضي وقال لأنه يرجع لاجتهاد القاضي، هذا ما يسيلش، هو رأيه ذاك. إذا كان القاضي ما حكمش بما أنزل الله وانما بيجتهده وفق القانون عدد كذا والفصل عدد كذا ومجلة كذا الى اخره، ويقول الواحد لا هذا مش عادل، هذاك هو حر، اما لا يعتبر كفر. تو نشوفوا مثلا بعض الصحابه، فيما بينهم كيف ما عيينة بن حصن، هذا احد الصحابه حديث عهد بالاسلام لمحل، جلس سيدنا عمر وهو الخليفه، سيدنا عمر ما ادراك، قال له والله لا تقسم، إنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل بيننا في القضية، ماكش تقسم بيناتنا أكل
اللي تجي الغنائم اللي تجي للمسلمين ماكش تقسم فيها بيناتنا بالسوي قد قد، ولا تحكم بيننا ولا تعدل بيننا في القضية وما تحكمش بالعدل. هذا اتهام سيدنا عمر اللي يتسمى الفاروق واللي يتسمى رمز العدل، حتى أن اليهود في ذلك الوقت لما توفي عمر استهزاء بالمسلمين أش قالوا؟ قالوا ادفنوه واقف، ادفنوه واقف مش هو كيكا مسجع على جنبه. علاش؟ قالوا باش يبقى العدل واقف حتى كيف يموت. استهزاء بما، وفعلا يعرفوا أن رمز العدل هو عمر، مشى عمر يمكن ينقص العدل وكذا. طيب هذا عيينة بن حصن قال سيدنا عمر هكا، قالوا لا تقسم بيننا بالسوية ولا تعدل بيننا في القضية. فغضب عمر رضي الله عنه وهم بمعاقبته. لكن تقدم الحر بن قيس هذا أحد الصحابة الحكماء، قالوا يا أمير المؤمنين ألم يقل الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ وهذا جاهلية حديث عهد بالإسلام. فوقف عمر ولم يتجاوز هذه الآية. شفت الأدب متاع سيدنا عمر؟ قالوا يا أمير المؤمنين، هذا الحر بن قيس ذكروا بالآية، ألم يقل الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف بما اشتهر بما تعود عليه الناس، خذ العفو وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا اعتبروا من الجاهلين. فتوقف سيدنا عمر ولم يقاضي هذا الصحابي رضي الله عنه. فهذا الصحابي اللي قال له لا تعدل بيننا ولا تقسم ولا تقضي بيننا بالعدل إلى آخره، ما طعنش في حكم ورد في القرآن وإلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يطعن في اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه، فلا يعتبر من الكافرين أو من الضالين وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يأكد لنا كونه كيف تعرض عليه قضية لابد أن هو يعرض عليه حكم من الأحكام الشرعية، لابد أن يتقبل ذلك بكل رضا. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مش لما هواه يعني نفسه تميل. قال عليه الصلاة والسلام كذا نقبل، هذه راى فيها النبي حلال ولا حرام نقبل وانتهى، صدق رسول الله. فالآية نرجع لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله العظيم. يعني الإنسان يلزم ينتبه إذا عرض عليه أمر وقيل له هذا حكم الله هذا ما فيش كلام، وإذا قيل له هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت في السنة في كتب الصحاح بالحكم بالقول الفلاني والقول الفلاني بالمسألة الفلانية والمسألة الفلانية، ما يقولش لا وما يتمشيش مع هذا العصر إلى آخره، وإنما يقبل عن رضا وعن طواعي، لأن مش كل شيء ورد في القرآن راه، فما حاجات بينها لنا النبي عليه الصلاه والسلام، فما احكام توا فماش في القران تحريم اكل الاسد ولا النمر ولا الذيب، ما فماش. فماش ايه تحرم العقاب ولا الصقر ولا النسر ولا ما فماش، وانما بين لنا النبي عليه الصلاه والسلام كونه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اكل كل ذي ناب من الطيور وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. اش معناه كل ذي ناب من السباع؟ اللي ياكل بالناب نتاعو كيما الاسد كيف ما النمر كيف ما الذيب الثعلب، هذوما بالناب مش حيوانات اخرى تاكل بالمقدمه نتاع السنين تسمى قواطع، لا وانما بالانياب. فالتحريم شنو؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، مخلب من الطيور كيف الصقر والنسر وكذا. إذن لابد أن يتقبل المسلم كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حكم في من أحكام حتى يكون بالفعل مؤمن، وإذا رفض تماما فهو يعد من الكافرين. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبته. تو نستمع للأخ
نصر الدين حميدة يقدم لنا موجز الأنباء، ونرجع بعد حين إن شاء الله. سميت بسم الله وهبيه بدي.